السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف الهواء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكييف الهواء وبرنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة. اتكلمنا في الحلقة الماضية بحول الله عن مادة تكنولوجيا الكهرباء، وتطرقنا من خلال المادة عن الدوائر الكهربية لأجهزة التبريد وتكييف الهواء، وعرفنا من خلالها قيمة كل جزء وأهمية كل جزء داخل الدائرة الكهربية. إن شاء الله النهاردة هناخد الحلقة الثانية من مادة تكنولوجيا التبريد، وهي مادة زي ما احنا قلناها سابقا وبدأنا بيها سلسلة حلقاتنا بحول الله، انها مادة مهمة جدا لتخصصنا، ومن خلالها بنستطيع ان احنا نعرف كل ما هو جديد وكل ما هو قيم في عالم التبريد وتكييف الهواء. ان شاء الله كلمنا في الباب الاولاني عن الاجهزة المساعدة، وعرفنا اهمية الاجهزة المساعدة داخل دائرة التبريد، والتحويل اللي هي بتعمله في رفع كفاءة عملية التبريد في أي جهاز بيتم تركيب فيه الأجهزة المساعدة. إن شاء الله النهاردة هناخد باب آخر، وهو باب مهم جدا ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، ويعتبر عصب التبريد وتكييف الهواء. الباب إن شاء الله وهو بعنوان الدوائر الميكانيكية لأجهزة التبريد المنزلية. يعني من خلال الباب ده هنعرف ازاي مكونات كل دايرة تبريد في جهازنا، سواء كان تلاجة، سواء كان مجمد بجميع انواعه، سواء كان تلاجة مختلفة مركبة او غير مركبة بجميع انواعها. وهنبدأ ان شاء الله اول حاجة لنا النهاردة بإذن الله في حلقتنا، وهي الثلاجات المركبة. طبعا احنا سمعنا باستفاضة وسمعنا في السنوات السابقة بحول الله عن التلاجة العادية. التلاجة العادية بتفرق ايه عن التلاجة المركبة؟ ان التلاجة العادية هي تلاجة بتحوي باب واحد فقط، وبيكون داخل الباب او من خلال محتوياتها الداخلية بيكون الفريزر والكابينة داخل اطار واحد فقط. ولكن في أجهزة التبريد المنزلية اللي احنا هناخدها هنا الثلاجة المركبة اللي هي أول جزء من أجزائنا هنا. أما نيجي نعرف الثلاجة المركبة هنقول لك هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن ثلاجة بتحتوي على حيزين، إحداهما للتبريد والآخر للتجميد، وتتوفر بسعات مختلفة. يعني أول ما نسمع كلمة ثلاجة مركبة نعرف إن الثلاجة المركبة هي ثلاجة بتحتوي على بابين أو على حيزين، ودي موجودة في معظم بيوتنا في الآونة الحديثة. كل بيوتنا بتحتوي على الثلاجة البابين دي خلاص. وفي الآونة اللي احنا موجودين فيها حاليا كده مع ظل التكنولوجيا والتقدم العلمي، ان هناك بعض أجهزة التبريد المنزلية قد تحتوي على أكثر من بابين، يقد يكون 3 أبواب ويقد يكون 4 أبواب على حسب السعات. وطبعا من مميزات التلاجة دي انها بتتوفر بسعات تناسب جميع العملاء وتناسب جميع الحالة الاقتصادية لكل انسان، من تبدأ من 10 أدم الى 24 أدم، وفي الاونة دي يكاد يزيد عن 24 أدم. يبقى ما نيجي نقول التلاجة المركبة بتحتوي على حيزين، احداهما للتبريد والاخر للتجميد، بخلاف الثلاجات العادية. بينما الثلاجات العادية اللي هي القديمة او الموديل القديم بتاع زمان زي الايديال اللي كان موجود في معظم بيوتنا، كان اطار الفريزر او المبخر موجود داخل الكابينة، وبالتالي كانوا الاثنين داخل اطار واحد. طيب نيجي نشوف اوجه الاختلاف بين الثلاجات المركبة العادية وبين الثلاجات العادية بصفة عامة. اول اختلاف هو هنا ايه؟ برودة حلق باب الفريزر، برودة شديدة نتيجة التبريد العالي في الفريزر وقرب الفريزر من حلق الباب يتشقق، مما قد يسبب صدأ به، وأيضا قد يتلف جوان الباب. يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ يعني في التلاجات العادية اللي هي كانت باب واحد، كان الحلق المطاطي اللي موجود عندي هنا نتيجة البرودة الشديدة الحلق المطاطي بيتشقق، وبتشققه ده بيؤدي الى تلفه، وفي نفس الوقت ايضا التلف اللي بيكون موجود عندي بيؤدي الى صدأ او صدأ محيط باب الثلاجة اللي بيكون موجود عندي. لذلك كان من الضروري معالجة هذا العيب الخطير اللي كان موجود في التلاجة
الباب الواحد، فأمكن الاستفادة من إيه؟ من العلاج هذه المشكلة. يجب تدفئة حلق الباب المطاط. أغلب الثلاجات يتم الاستفادة من مواسير الإيه؟ المكثف. فخدنا جزء من مواسير المكثف، وكلنا عارفين إن مواسير المكثف عندي بتكون مواسير دافئة جدا، لأن المكثف مركب التبريد بيكون ذو ضغط عالي ودرجة حرارة عالية، وبالتالي الارتفاع في درجة الحرارة هيؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة المكثف بصفة دائمة. فإحنا استفدنا من الحرارة دي، خدنا جزء من مواسير المكثف وأمددناه إلى محيط باب الثلاجة. محيط باب الثلاجة اللي هو موجود عندي كده دلوقتي أصبح يرفع من درجة حرارة الحلق المطاطي، وبالتالي يعمل على إذابة التلج اللي بيكون موجود عندي على الحلق المطاطي، وبكده نقدر إحنا باستمرار نفتح باب الثلاجة بكل سهولة ويسر. يبقى ما نيجي نقول لك يعني إيه اليودر اللي إحنا لسه قايلينه، اللي هو امتداد مواسير من المكثف الدافئة على طول محيط باب الثلاجة لمنع تشقق الحلق المطاطي، وبالتالي لسهولة فتح وغلق الثلاجة باستمرار. هو بنقوله أهو زي ما إحنا قلنا سابقا، يتم الاستفادة من مواسير المكثف الدافئة بحيث يمرر جزء منها داخل الفوم لتكون حول حلق الباب، ثم يخرج مرة أخرى هذه المواسير وتسمى اليودر. وزي ما إحنا شايفين في الشكل العام بتاعنا، أدي الشكل العام بتاع المكثف اللي موجودة في أحد التلاجات أو أحد الأنظمة. وطبعا شكل المكثف زي ما إحنا هنشوفه بيختلف باختلاف تصميم التلاجة وعلى حسب سعة التلاجة. أدي نوع من المكثفات، وخدنا امتداد له يا شباب أهو، أدي الامتداد موجود على طول محيط باب الثلاجة، وبالتالي استفدنا من إيه؟ من مواسير المكثف الدافئة على طول محيط باب الثلاجة. الاختلاف الآخر وهو أن في الثلاجات البابين لن يستطيع الفريزر تبريد الكابينة كما في الثلاجة الباب الواحد. ليه بقى؟ لأن إحنا كنا في الثلاجة الباب الواحد كان بيتم تبريد الكابينة عن طريق الفريزر، لأنهم الاثنين موجودين داخل إطار واحد، وبالتالي الفريزر مع الكابينة فبيعمل على تبريد الكابينة. ولكن هنا في الوضع العادي هنا كان الفريزر معزول والكابينة معزول في الثلاجة البابين، وبالتالي احنا هنبرد الكابينة ازاي طالما ان الفريزر عندي معزول. فامكن عمل جزء امتداد جزء من مواسير المبخر الباردة، امتداد الجزء دي امددناه الى حيز الكابينة فيعمل على تبريد الكابينة في الحالة دي، وبيطلق عليها المراية. لذلك اما احنا نيجي نقول المراية هي عبارة عن ايه، المراية هي عبارة عن امتداد من مواسير المبخر الباردة تم وضعها داخل حيز الكابينة لتعمل على تبريد الحيز اللي بيكون موجود عندي، نظرا لانفصال حيز التبريد عن حيز التجميد في الثلاجات المركبة. يبقى احنا النهاردة عرفنا حاجتين مهمين او النوبة نعرفهم او النوبة يدخلوا على الثلاجات، وهي اليودر اللي احنا قلناه، وقلنا الحاجة الثانية وهي ايه؟ المراية. يبقى إذن المراية هي امتداد لمواسير المبخر الباردة تم وضعها داخل حيز الكابينة لتعمل على تبريدها. أهو تم وضع جزء من مواسير المبخر في الكابينة لتبريدها، وهذا الجزء من المواسير يسمى إيه؟ يسمى المراية. طيب إحنا وضحنا هنا الشكل، أدي الشكل العام أو المكونات الأساسية للثلاجة المركبة زي ما إحنا هنشوفها. أدي حيز التجميد اللي هو في الفريزر زي ما إحنا شايفين شكله يا شباب، وهنا حيز التبريد اللي إحنا بنطلق عليه الكابينة، وأدي شكل إيه يا شباب؟ أدي الشكل الخاص بتاع المراية أو الشكل الخاص المراية. أهو هي امتداد من مواسير المبخر الباردة تم وضعها داخل حيز الكابينة لتعمل على تبريد الكابينة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنا ايضا تصميم اخر، وده تصميم تخطيطي بيوضح لي برضو المكونات الاساسية للثلاجة المركبة، وهي تحوي على الضغط، ودي شكل المراية هنا اللي احنا بنطلق عليه في بعض الرسومات او بعض الاحيان لوح التبريد او سطح التبريد. طيب نيجي نشوف بقى انواع الثلاجات المركبة اللي احنا هندرسها في حلقتنا النهاردة ان شاء الله. احنا عندنا نوعين اساسيين موجودين في السوق وموجودين في منهجنا وموجودين في اي مكان باختلاف التصميم وباختلاف الديزاين بتاع كل وحدة. الدائرة الاولانية وهي دائرة التبريد للثلاجة المركبة التي يتم اذابة الصقيع بها يدويا، يعني التلج احنا قلنا الصقيع او التلج او الفروست هما معنى واحد. يبقى اذا هنا الدائرة التبريد
جديد للثلاجة المنزلية التي يتم إذابة الصقيع بها يدويا، والنوع الآخر بحول الله وهو دائرة التبريد للثلاجة المركبة أو الثلاجة البابين التي يتم إذابة الصقيع بها أوتوماتيكيا. طيب نيجي نشوف أول نوع وهو مميزات الثلاجات المركبة ذات البابين. يعني إيه اللي بيفرق بقى عندي بالنسبة للثلاجات المركبة عن الثلاجات العادية؟ طبعا هي في فروق كتير جدا بتفرق بالنسبة للثلاجات المركبة عن الثلاجات العادية، تم وضعها لتلافي الأخطاء اللي كانت موجودة في الثلاجات العادية. أول نوع زي ما احنا قلناها في بداية حلقتنا إن هي بتتوفر بساعات وبأحجام كبيرة جدا بتلبي جميع الاحتياجات، وزي ما قلنا أيضا إن ممكن تبدأ كمان ثلاجة بابين أو ثلاجة مركبة تبدأ من 10 قدم إلى 24 قدم وأكثر في الوقت الحالي. اثنين، الفصل التام بين حيز التبريد وحيز التجميد، ولكل منهما باب مستقل. ما احنا اتفقنا وقلنا ان لكل حيز باب منفصل، يبقى اذا كل حيز له وضع تبريد منفصل عن الوضع الاخر. المجمد، وهنا درجة حرارة المجمد بتكون منخفضة جدا بالنسبة للثلاجة المركبة. ليه؟ لان ممكن درجة حرارة المجمد تصل من سالب 18 الى سالب 40، ويكاد يكون اقل من ذلك او قد يكون اقل من درجة الحرارة اقل من 40. لذلك بيقول لك المجمد ايه؟ درجة حرارته منخفضة تصل من سالب 18 الى سالب 27 وفي بعض الأحيان إلى سالب 40 وأكثر. وطبعا كلما انخفضت درجة الحرارة كلما قدرت أحافظ على المأكولات والمشروبات اللي عندي مدة أطول. لذلك هو الانخفاض في درجة الحرارة بيؤدي إلى إيه؟ الحفاظ. طبعا في بعض الأحيان أنني ممكن أحافظ على مأكولات، وفي حاجة اسمها تبريد سريع زي ما احنا نشرحه أو تجميد سريع. فالتجميد سريع دي بيتطلب درجات حرارة منخفضة في وقت قياسي ووقت صغير جدا. لذلك هنا الانخفاض في درجة الحرارة بيؤدي إلى التجميد في وقت سريع، وأيضا بيؤدي إلى الحفاظ على المأكولات والمشروبات اللي عندي مدة أطول. أيضا استخدام طرق إذابة الصقيع أو الثلج أوتوماتيكيا مما يعمل على سهولة إخراج وطهي الأطعمة. رقم 5، عزل حيز التبريد عن حيز التجميد عزل حراري، وبالتالي تحتفظ برودتها أكثر وتعطي كفاءة تبريد عالية. يبقى إذن من الاختصار اللي احنا قلناه بالنسبة لمميزات الثلاجات المركبة، احنا ممكن نقول ازاي درجة حرارة، هنقول لك هنا درجة حرارة الفريزر تكاد تصل من سالب 18 إلى سالب 40 درجة مئوية. أيضا نقدر نقول اننا من خلالها بنقدر نحافظ على المأكولات والمشروبات مدة أطول من اللازم. أيضا نقدر نقول أن عزل حيز التبريد عن حيز التجميد عزل حراري، العزل الحراري دي بيؤدي إلى كل منهما درجة حرارة منفصلة ودرجة حرارة مستقلة عن الأخرى. والميزة الأهم وهي أن كفاءة عملية التبريد بالنسبة للثلاجات المركبة بتكون أفضل بالنسبة للثلاجات العادية. طيب تعالوا بقى نشوف هنا الدائرة الميكانيكية للثلاجة التي يتم إذابة الصقيع بها يدويا. وزي ما احنا شايفين يا شباب، معظم دوائر التبريد في كل أجهزة التبريد على اختلاف أنواعها هنلاقي حوالي 80% من مكوناتها واحدة ونظرية عملها واحدة. يبقى إذن لو أنا عرفت، يعني في بعض الطلبة تقول لي يا مستر أنا حافظ الدائرة وأحفظ أرسمها بس نظرية العمل بتبقى صعبة بالنسبة لي شوية. هي الصعوبة أو السهولة أن أنت تقدر تحفظ أو تعرف أو تلمس وظيفة كل جزء من الأجزاء اللي بموجودة عندي. لو أنا عرفت وظيفة كل جزء من الأجزاء اللي موجودة عندي دي يا شباب وعملت لها عملية احتواء مع بعضها، هقدر أقول نظرية العمل بكل سلاسة وبكل سهولة زي ما انا هقول قدامكم دلوقتي. طيب نشوف الاول المكونات. المكونات هنا ايضا الضاغط، والضاغط هو من النوع المحكم الغلق، وطبعا السعة بتاعته بتختلف باختلاف حجم التلاجة. هنا ايضا هنلاقي المكثف، والمكثف هنا من النوع تبريد الهواء الطبيعي او المزعنف اللي احنا شايفينه. وزي ما احنا ذكرنا في بداية الحلقة مكثف داخلي اللي احنا قلنا عليه اليودر موجود على طول محيط باب الثلاجة لمنع ايه؟ لمنع تكون الثلج على المحيط على محيط باب الثلاجة. وطبعا قلناها ان تكون الثلج هيعمل على تشقق الحلق المتغطي، وايضا هيعمل على صدأ محيط الباب من الداخل.
نشوف هنا الفلتر او احنا بنقول عليه المجفف، والمجفف فائدته الاساسية تنقية الدائرة من اي رطوبة قد تكون موجودة داخل مركب التبريد. المبادل الحراري، والمبادل الحراري هو عبارة عن التصاق كل من الماسورة الشعرية وماسورة السحب اللي بيكون موجودة عندي، ووجوده مهم جدا داخل الدائرة. ليه؟ لانه بيعمل على رفع كفاءة عملية التبريد. الفريزر او المبخر، وهنا المبخر زي ما احنا شايفينه ده الخاص بحيز التجميد اللي هو المجمد بمعنى اصح، وخدنا امتداد منه، احنا قلنا الامتداد منه ده اللي هو سطح التبريد. يبقى ما نيجي نقول ما هو سطح التبريد اللي موجود في حيز كابينة الثلاجة المركبة، يبقى كلنا في مرة واحدة هنقول يا مستر هو المراية. المراية هو امتداد لجزء من مواسير المبخر الباردة تم وضعها داخل الكابينة لتعمل على تبريد الكابينة. دي بالنسبة لإيه؟ للمكونات الأساسية للثلاجة التي يتم إصابة الصقيع بها يدويا. الضاغط وهو من النوع المحكم الغلق ويعمل على سحب وطرد الغاز. المكثف وهو من نوع تبريد الهواء الطبيعي. الفلتر أو المجفف وهو من النوع العادي المعروف سابقا. أداة الانتشار، أو ممكن نقولك عليها أداة الانتشار، وممكن نقولك عليها الماسورة الشعرية، وممكن نقولك عليها في بعض الأحيان الكابيلاري. كل الأسماء بتدي للمكون واحد فقط، مثل التي تركب في إيه يا شباب في الثلاجات العادية. ايضا المكون الخامس هو المبخر، والمبخر بيشتمل على المرايه اللي احنا لسه قايلينها، مجموعه من المواسير يرف الجزء الاكبر منها على حيز التجميد والجزء الاخر على حيز التبريد. المبادل الحراري، وبيتركب المبادل الحراري من جزء من الماسوره الشعريه مع ماسوره السحب، ليعمل على تبادل الحراره بين الاثنين زي ما شرحناهم في الحلقه السابقه، وقلنا انه بيرفع من كفاءه عمليه التبريد. طيب احنا قلنا نظرية العمل يا شباب اللي انا لسه قايل لك عليها، احنا نعرف علشان نعرف برضو، خليكم معايا علشان نعرف نظرية العمل بطريقة سلسة وبطريقة ملموسة وبطريقة كل طالب او كل طالبة من طلبتنا الاعزاء يقدر يفهمها، هي نقول الاول نعرف وظيفة كل جزء، ومن خلال وظيفة كل جزء هقدر ادمج الوظائف مع كل جزء على الدائرة بمعنى اصح او بالشكل مجمل، من خلالها اقدر اقول نظرية العمل بكل سلاسة وبكل يسر. طيب اما نشوف هنا نظرية عمل الثلاجة، هنقول ان الضغط بيعمل على ايه؟ الضغط بيعمل على سحب بخار مركب التبريد من المبخر بضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة، واحنا اتفقنا يا شباب ان المبخر او الضغط لازم يدخل له غاز، لازم يدخل له غاز. ممنوع منعا باتا ان الضغط عندي يخش له سائل. ليه؟ لان السائل زي ما احنا قلنا هيعمل على تلف البلوف الداخلية وهيعمل على ايه؟ تفويت الضغط اللي عندي. لذلك احنا قلنا بيخش له ايه؟ غاز. يبقى هيخش له غاز او بخار ذو ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة، فيعمل الضغط على رفع ضغطه ودرجة حرارته، ثم يدفعه عن طريق خط الطرد الى المكثف بضغط مرتفع ايضا ودرجة حرارة مرتفعة، فيعمل المكثف على ايه يا شباب؟ على تكثيف غاز مركب التبريد وتحويله الى سائل عن طريق التبادل الحراري بين مواسير وزعانف المكثف وبين الهواء الخارجي اللي بيكون موجود عندي. وطبعا ده شكل امتداد لليودر اللي احنا لسه قايلين. فهيخرج مركب التبريد من المكثف ذو ضغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفعة إلى فين يا شباب؟ بعد ما يخرج من المكثف هيروح على المجفف. المجفف هيعمل على إيه؟ هيعمل على تنقية الدائرة من أي شوائب أو رطوبة قد تكون موجودة داخل الدائرة، ثم يمر من خلال الماسورة الشعرية. وهنا بقى عند الماسورة الشعرية بيحدث ايه؟ بيحدث الانفصال في الضغوط ودرجة حرارة مركب التبريد. يعني احنا قلنا قبل كده وقلنا في الحلقة الاولى ان في الحلقة الاولى ان هناك جانبين للضغط داخل دائرة التبريد الاساسية. الجانب الاول وهو زي ما احنا قلنا عليه جانب الضغط العالي وهو الضاغط والمكثف، وجانب الضغط المنخفض وهو المبخر وأداة الانتشار.
نشوف هنا زي ما احنا قلنا، هنا زي ما انه قلنا يخش هنا مركب التبريد ذو ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة خارج من الماسورة الشعرية، بمعنى ان الماسورة الشعرية بتعمل على تنظيم سريان ضغط سائل مركب التبريد وبتدفعه الى المبخر على هيئة سائل مرزز. يبقى هي اما تدفعلي الى المبخر على هيئة سائل مرزز، المبخر هيخرج لي من هنا من الماسورة الشعرية الى المبخر. ليه؟ لان لو انا دفعت كل كمية مركب التبريد مرة واحدة الى المبخر، كل الكمية هيحصل لها ايه يا شباب؟ هتيجي تخش داخل المبخر، فالمبخر هيقدر يحول جزء والجزء الاخر مش هيقدر يستوعبه، وبالتالي ممكن ان يرجع كمية من مركب التبريد في شكل سائل الى ايه؟ الى الضاغط. يبقى احنا لما نيجي نشوف هنا، ادي المبخر هيحول تحويل السائل المرزز اللي عندي الى غاز ذو ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة. واحيانا هنا يا شباب بيكون شحنة مركب التبريد اللي عندي محسوبة. يعني ايه محسوبة؟ يعني جزء منها من مركب التبريد بيتم تحويله الى غاز عن طريق المبخر الاساسي، وجزء اخر بيتم تحويله الى غاز عن طريق المراية او المبخر الفرعي اللي هو موجود في حيز التبريد. وبعد ذلك يمر مركب التبريد ذو ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة عن طريق خط الراجع الى فين؟ الى الضاغط مرة اخرى، وبتستمر الدائرة. طيب تعالوا نشوف ازاي نكتب نظرية العمل بشكل كتابي. أول حاجة يعمل الضاغط على سحب البخار من المبخر بضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة، فيقوم برفع ضغطه ودرجة حرارته، ثم يطرده عن طريق خط الطرد إلى اليودر لمنع تكاثف الثلج على الباب، ثم يمر بعد ذلك إلى المكثف الأساسي. بيعمل إيه المكثف الأساسي؟ فيعمل على تكثيف البخار وتحويله إلى سائل، فيقوم بدفعه إلى الماسورة الشعرية فتعمل على تنظيم سريان السائل خفض ضغطه ثم تدفعه إلى المبخر. وديا تكون نظرية عمل المبخر أو نظرية عمل الجزء الأساسي والجزء الأكبر من دائرة التبريد. وقلنا لما مركب التبريد بيمر داخل المبخر، المبخر بيعمل على تبخير السائل وتحويله إلى غاز عن طريق التبادل الحراري بين إيه يا شباب؟ بين المأكولات والمشروبات الموجودة بداخله ومركب التبريد، ثم يعود بخار مركب التبريد بعد أن يتم تحويله إلى بخار ذو ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة إلى الضاغط مرة أخرى. طيب تعالوا نشوف هنا نظام التخلص من الماء في الثلاجات البابين العادية. طبعا احنا لما نيجي نقول نظام التخلص من الماء في الثلاجة العادية في الثلاجة العادية، كنا عن طريق فصل التيار الكهربي عن الثلاجة، فبيتم إذابة الصقيع فترة من الزمن. ولكن في الثلاجة العادية اللي بيكون موجودة عندي، ايه اللي بيحصل؟ هنا قال لي فيه عشان اشيل او عشان اعمل ازالة لعملية الماء المتكثفة على كل من سطح المبخر وسطح المراية، في حاجتين اساسيين. بالنسبة لحيز التجميد قلنا بيحصل ايه؟ التخلص من الماء المذاب على الفريزر، وده عن طريق عمل شفة لحلق باب الفريزر السفلي، بحيث انه في حالة وجود ماء في الفريزر فلا تتساقط عند فتح الفريزر بسبب وجود هذه الشفة وحجزها للمياه داخل الفريزر. وطبعا وللتخلص من هذه المياه يتم تنشيفها بقطعة من القماش او الاسفنج. بمعنى ان احنا بنيجي على باب الفريزر او باب حيز التجميد ونعمل له عملية او نعمل له شفة صغيرة جدا، الشفة دي بتمنع خروج الماء عند فتح باب الفريزر، وبالتالي طبعا المية لو خرجت من باب الفريزر ممكن تطرطش اللي موجود وممكن تنزل على السطح المعدني اللي عندي فتعمل لي عملية صدأ وتسبب لي اعطال كتير جدا. لذلك احنا عملنا شفة، الشفة دي بتحوي كمية المية عند فتح باب الفريزر، وبقدر من خلال قطعة من القماش او قطعة من الاسفنج اللي عندي اقدر اعمل ايه؟ اشيل او انزع المياه اللي بيكون موجودة عندي. طب ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة لحيز التجميد. طيب نيجي نشوف ازاي بزيل المية من على حيز التبريد ايضا اهو. يعني احنا قلنا هنا ازاي انا شلت المية من على حيز التجميد، نشوف حيز التبريد. طب حيز التبريد هنقول يا مستر احنا بنشيل المية ازاي؟ طبعا علشان انا اشيل كمية المية او كمية الصقيع اللي موجودة على حيز التبريد، عملنا حاجة اسمها مجرة. المجرة دي تم تصميمها تحت المراية او اسفل المراية اللي بيكون موجودة عندي، بحيث ان كمية المية المتكثفة من على سطح التبريد بتنزل فيها وبيتم تجميعها من خلال خرطوم
الى حوض، الحوض ده بيكون موجود اعلى الضغط. طب احنا وضعناه اعلى الضغط ليه؟ لان احنا هنودي المية او كمية المية الباردة اللي نازلة دي فين؟ فبتحقق لي فائدة مزدوجة. ايه هي الفائدة المزدوجة؟ اول حاجة ان المية المتلجة او المية المتكاسفة من سطح التبريد بتنزل او بتكون ملامسة عن طريق الحوض لمسة الضغط، فتعمل على تبريد الضغط، وكلما كان الضغط باردا او جيد التهوية كلما حصلت على كفاءة تبريد اعلى. الميزة الاخرى ان كمية المية اللي موجودة عن طريق حرارة الضغط العالية بيتم تبخيرها. وطبعا الاحواض دي احنا بنعمل لها عملية تصميم بحيث ان لو زادت كمية المية عن اللازم بيسهل تصريفها، بس بيسهل تصريفها بعيد عن مجموعة او بعيد عن الاجزاء الكهربية الخاصة بمحرك بمحرك الضغط. طيب نشوف هنا التخلص من الماء المذاب من على المراية. زي ما احنا شايفين وزي ما احنا قلناها ان هنا ادي شكل المراية اللي بيكون موجود عندي، وهنا المياه المتكاسفة. تم تصميم مجرى، المجرى دي زي ما احنا شايفين يا شباب بتكون بميل، الميل ده من خلاله عن طريق خرطوم بيتم تجميع المية في الحوض او الطبق اللي موجود اعلى الضغط. طيب يتم عمل مجرى أسفل المراية بحيث يتساقط الماء المذاب من على المراية عليها، سواء كانت معزولة أو مراية ظاهرة. وطبعا في هنا أسفل إيه زي ما احنا قلنا يا شباب، أسفل هذه المجرى يوجد خرطوم في عزل جدار الثلاجة. طبعا الخرطوم ده بيبقى موجود في الفوم أو العزل بتاع الثلاجة عشان ما يشكل ليش أي عائق موجود داخل الثلاجة، ويبقى منظره مش كويس لو أنا شفته في كابينة الثلاجة. ونهاية الخرطوم ده يكون في الكباس، بحيث انه عند تساقط المياه على المجرى فانها سوف تسقط على طبق على الكباس. يشكل طبق الكباس زي ما احنا نقول بحيث يكون له مخرج لسكب المياه في حالة زيادتها بكمية كبيرة على الأرض. وطبعا في بعض الثلاجات الحديثة بيتم عمل خرطوم مياه المراية والذي يكون في جدار الثلاجة. طيب دي بالنسبة لإزالة المياه المتكاسفة. تعالوا نشوف نوع آخر مهم جدا، وهو دائرة التبريد للثلاجة المركبة التي يتم إذابة الصقيع بها أوتوماتيكيا. طبعا ما نيجي طلبة تسأل تقول يا مستر هو إيه الفرق بين دائرة التبريد للثلاجة التي يتم إذابة الصقيع بها يدويا ودائرة التبريد التي يتم إذابة الصقيع بها أوتوماتيكيا؟ إن الموضوع إن هنا إذابة الصقيع بتتم بطريقة أوتوماتيكية دون تدخل أي إنسان فيها. هي الثلاجة مبرمجة نفسها عن طريق الأجزاء الكهربية والأجزاء الميكانيكية اللي موجودة فيها على إذابة الصقيع، وبيتم تنظيم كل الكلام ده من خلال الترموستات ومن خلال منظمات درجة الحرارة. طيب هنيجي نشوف هنا، أدي دائرة التبريد للثلاجة المركبة. بتحتوي إيه الدائرة؟ زي ما إحنا شايفين الضغط، وهو من النوع المحكم الغلق. ثانيا المكثف، والمكثف هنا يا شباب قلنا من النوع تبريد هواء طبيعي. وطبعا في بعض التصميمات الحديثة في ظل الساعات الكبيرة اللي احنا بنشوفها دلوقتي ان ممكن يكون المكثف من نوع تبريد الهواء الجبري او المدفوع بواسطة مروحة. طيب ادي المكثف زي ما احنا شايفينه، هو المكثف تبريد هواء طبيعي. وهنا زاد على الدايرة دي ايه يا شباب؟ زاد حاجة اسمها ملف او ملف مبرد ابتدائي او مكثف ابتدائي. طيب فايدته ايه الاساسية دي؟ دي دم ادخاله عن طريق الملف او المكثف الابتدائي دي يا شباب، بيتم امرار كمية من مركب التبريد الاساسية داخل المكثف فيعمل على تبريدها. وطبعا اما بيعمل على تبريدها بنروح ممررينها مرة اخرى الى جسم الضاغط زي ما احنا شايفين. ليه؟ احنا مررناها مرة اخرى داخل جسم الضاغط فتعمل على تبريد الزيت الموجود داخل الضاغط اللي عندي. يبقى اذا هنا زي ما احنا شايفين ادي شكل الماسورة اللي هي منحنية داخل جسم الضاغط، وطبعا الزيت مش ملاصق للجسم الماسورة ولكن مش ملاصق لمركب التبريد، مركب التبريد موجود داخل الماسورة، فبيعمل على تبريد الزيت عشان الزيت نقدر من خلاله نحافظ على لزوجته ونحافظ على درجة حرارته ونحافظ على كل حاجة بيكون موجودة داخل الضغط. ده الجزء او الملف التكثيف الابتدائي اللي احنا شايفينه هنا. جينا للشكل اللي بيكون موجود عندي هنا، دي ادي المكثف وقلنا من نوع تبريد الهواء الطبيعي، وفي هنا المجفف ايضا، وفي اليودر كما ذكرنا سابقا
سابقا، وهناك ايضا هنا ايه المبخر، وده طبعا بيبقى تصميم المبخر، وفي بعض التصميمات بيكون المبخر ده موجود اسفل الفريز او اسفل التلاجة، وفي بعض الانظمة الاخرى بيكون موجود اعلى التلاجة على حسب تصميم التلاجة. يبقى هنا هنقول الضغط، والضغط هو من النوع، هو طبعا من النوع المحكم الغلق اللي احنا ذكرناه سابقا، وطبعا هي يكون كباس تبريد زيت عن طريق المكثف الابتدائي اللي احنا ذكرناه سابقا، مكثف تبريد هواء طبيعي او تبريد هواء جبري اللي بيكون موجود مروحة امامه، وعادة بيشتمل على يودر مثل الثلاجة البابين العاديين. الفلتر او الكابيلري وهو مثل الثلاجة العادية او البابين. المبخر هو عبارة عن ملف امامه مروحة، طبعا هنا لازم يكون المبخر، لما نيجي هنا نقول بقى المبخر، يبقى اذا لازم نعرف ان المبخر هواء مدفوع او لازم يكون موجود مروحة، لان المروحة مهمة جدا في توزيع الهواء واذابة الصقيع اللي موجود داخل الثلاجة بالنسبة للنوع ده. المبخر وهو عبارة عن ملف امامه مروحة ويوضع امامه في واجهة الفريزر او في اسفل الفريزر، ولا يوجد بالثلاجة النفروست مراية، ولكن يتم تبريد الكابينة بجزء من هواء الفريزر البارد. زي ما احنا شايفين، تعالوا بقى نشوف نظرية العمل اللي بيكون موجودة عندي او نظرية عمل التلاجة العادية. طبعا هي نظرية العمل ما بتختلفش كتير جدا او ما بتختلفش كتير عن التلاجات العادية، فيما عدا ان بعض الاجزاء اللي بيكون موجودة، الاجزاء اللي هي زادت، هي اللي انا بقدر اقول نظرية عملها. يبقى اذا لما احنا نيجي نقول نظرية العمل، برضو هنقول يا مستر نظرية العمل السابقة بخلاف بعض الاجزاء اللي انا زودتها على التلاجة اللي بيتم إذابة الصقيع بها اوتوماتيكيا، ماشي. ولو عرفنا كل مكون، زي ما احنا قلنا عرفنا كل مكون وظيفته الأساسية، هنقدر نقول نظرية العمل بكل سلاسة وبكل سهولة. وده طبعا الكلام ده زي ما احنا قلناه في 90% او 90% من كل أجهزة التبريد بتكون نظرية العمل على هذه الشكل. طيب نشوف هنا في الشكل اللي عندي، ادي الضغط، والضغط هنا ايه بيعمل على سحب بخار مركب التبريد بضغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفعة، بضغط منخفض عفوا ودرجة حرارة منخفضة، فيتم ضغطه. اما بيضغط مركب التبريد اللي بيكون موجود عندي، بيضغطه بايه يا شباب؟ بضغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفعة فيدفعه. لو احنا جينا نبص بقى ونركز في الرسمة اللي عندنا، ادي مركب التبريد خرج لي من هنا عن طريق خط الطرد الى المكثف الابتدائي. المكثف الابتدائي هيعمل على تبريد مبدئي لبخار مركب التبريد، ومن خلال السهم زي ما احنا شايفين هيروح مركب التبريد على الايه يا شباب؟ على اليودر. فهيلف لي مركب التبريد من خلال اليودر، هيتم تبريده ايضا اكثر من اللازم كمان، وهروح واخد الماسورة وايه داخل على جسم الضاغط مرة اخرى، فيعمل على تبريد الايه الزيت. يبقى انا كده بردت مركب التبريد، وفي نفس الوقت عملت تبريد للزيت عشان الزيت نقدر نحافظ على لزوجته اللي بيكون موجودة عنه. طيب بيمر مركب التبريد من خلال الماسورة الى المكثف الاساسي، والمكثف الاساسي بيعمل على ايه؟ تكثيف الغاز وتحويله الى سائل مع الحفاظ على نفس الضغط اللي هو الضغط المرتفع ودرجة الحرارة الايه يا شباب؟ ودرجة الحرارة المرتفعة. هيمر لي مركب التبريد من خلال المكثف الى المجفف، فيقوم المجفف بايه؟ بتنقيط الدايره او بتنقيط مركب التبريد من الشوائب والرطوبه اللي بيكون موجوده ايه عندي، فيمر من خلاله الى الماسوره الشعريه. الماسوره تعمل على تنظيم سريان سائل مركب التبريد، وبتدفعه الى المبخر اللي بيكون موجود عندي على هيئه سائل مرزز. السائل المرزز ده بيدخل لي داخل المبخر، فيقوم المبخر بتحويل مركب التبريد السائل او المرزز الى غاز ذو ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة. وده بيتم ازاي يا شباب؟ عن طريق امتصاص الحرارة او التبادل الحراري بين المأكولات اللي موجودة عندي وبين سطح الايه؟ وبين سطح التبريد. طبعا المأكولات بتكون ساخنة وبتكون درجة حرارتها مرتفعة، فالارتفاع في درجة حرارة المأكولات والمشروبات والانخفاض في درجة حرارة مركب التبريد بيحصل تبادل حراري عن طريق التلامس المباشر بين الاتنين دول، وبالتالي هنا بيتبخر مركب التبريد ويتحول الى غاز ذو ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة، ويتم دفع
رفعه إلى الضاغط مرة أخرى عن طريق خط الطرد. وده طبعا بعض أنظمة التلاجات أيضا وضحنا فيها، أدي الشكل المكثف أو الملف المبدئي اللي بيكون موجود عندي، وأدي هنا شكل الجزء المتني أو اللي مغموس في الزيت داخل دائرة التبريد أو داخل الضاغط اللي عندي. ليه؟ عشان يعمل على تبريد الزيت. وهنا زي ما احنا شايفين الشكل العام لليودر والمكثف اللي موجود عندي من النوع المزعنف، وادي الشكل المبخر. يعني في التصميم السابق كان موجود المبخر اعلى التلاجة، في هنا تصميم ان موجود المبخر ايه او الفريزر بيكون اسفل التلاجة. طيب تعالوا نشوف نظرية العمل نكتبها ازاي في كراسة الاجابة عندنا. بيعمل الضاغط على سحب البخار من المبخر فيقوم برفع ضغطه ودرجة حرارته، ثم يطرده عن طريق خط الطرد الى اليودر لمنع تكاثف الثلج على الباب، ثم يمر بعد ذلك الى المكثف الاساسي فيعمل على تكثيف البخار وتحويله الى سائل، فيقوم بدفعه الى الماسورة الشعرية. يا شباب بتعمل ايه الماسورة الشعرية؟ على تنظيم سريان السائل وخفض ضغطه، وبتدفعه الى المبخر على هيئة سائل ايه مرصص. ويقوم طبعا هنا احنا قلنا المبخر هنا لازم يكون له مروحة، فتقوم المروحة المبخر بسحب الهواء من حيز الثلاجة ودفعه على حيز المبخر، فيقوم المبخر بتحويل السائل الى غاز عن طريق التبادل الحراري بين الهواء المدفوع والسائل المرصص، فتنخفض درجة حرارة الهواء فيعمل على تبريد الحمل الموجود بحيز الفريزر، ثم يعود البخار مرة اخرى الى الضاغط. طيب تعالوا نشوف جزء مهم جدا، وهو حركة الهواء داخل الثلاجات المركبة. يعني احنا لما نيجي نسأل او بعض الطلبة تسأل، لازم نعرف حاجة مهمة جدا الاول، ان الثلاجات اللي بيتم اضابة الصقيع بيها يدويا احنا قلنا عزل حيز التبريد عن حيز التجميد عزل حراري، وبالتالي هنا بدخلنا او حطينا المراية عشان تعمل على تبريد الكابينة. طب الثلاجات اللي بيتم اضابة الصقيع بها اوتوماتيكيا ما فيهاش مراية، الله، طب امال يا شباب اما يكونش فيها مراية ايه اللي هيبرد او ايه اللي هيعمل على تبريد الكابينة اللي موجودة عندي؟ اللي هيعمل على تبريد الكابينة هو ان احنا عملنا فتحة او مجرى او قناة صغيرة جدا. القناة الصغيرة جدا دي بتدخل الهواء البارد اللي موجود من حيز التجميد الى حيز التبريد، وبالتالي احنا قدرنا من خلال الفتحة او المجرى دي تعمل على ايه؟ على تبريد الكابينة بالشكل اللي بيكون موجود عندي. يعني تعالوا اما نشوف هنا الشكل عندي كده، حركة الهواء بالثلاجات المركبة ذات البابين. لو جينا نشوف ده قطاع بيبين لي شكل التلاجة اللي عندي، وجينا هنا شفنا ادي الشكل المبخر يا شباب، اهو الشكل ده عبارة عن حيز التجميد، وهنا المبخر اللي بيكون موجود عندي، ودي المروحة، المروحة اللي بتعمل على سحب الهواء وتحريكه على جميع ارجاء التلاجة. والشكل او الجزء الصغير ده هو المجرى، المجرى اللي بيتم من خلاله نقل الهواء من حيز التجميد الى حيز التبريد ليعمل على تبريد الكابينة. ليه؟ لان احنا ما عندناش هنا مراية، وما فيش مراية او ما فيش مبخر مبدئي، وبالتالي هنا هتكون دي وسيلة التبريد الاساسية اللي بتعمل على تبريد الكابينة. يبقى المروحة هتقوم بسحب الهواء من هنا من اسفل التلاجة زي ما احنا شايفين، هتسحب الهواء يا شباب من اسفل التلاجة، هيمر لي من خلال المجرى الى سطح التبريد او المبخر، فهيخرج الهواء بارد ذو درجة حرارة منخفضة، هروح دفعه داخل ايه؟ داخل حيز الفريزر او داخل حيز التجميد، فهيتم من خلاله تجميد المأكولات والمشروبات او الحمل اللي بيكون موجود عندي، وجزء من خلال الهواء البارد ده عن طريق المروحة ايضا هيتم دفعه الى حيز التبريد او الكابينة، فمن خلاله هيتم تبريد الكابينة. وطبعا المجرى اللي موجود قدامي ده برضو احنا بنقدر نتحكم فيه عن طريق بكرة، يعني فتحة او القناة او المجرى اللي هي بتمرر الهواء من حيز التبريد الى حيز التجميد والعكس، دي عن طريق مجرى بقدر اتحكم فيها بكمية الهواء اللي داخل. ليه؟ لان انا ممكن هنا اعمل القناة وممكن المجرى اللي موجود قدامي هنا يدخل لي كميات كبيرة جدا من الهواء هيعمل على تجميد المأكولات وليس تبريدها، يبقى كده ما اصبح ما فيش فرق بين حيز التبريد وحيز التجميد. وطبعا الهواء بعد ما يمر من خلال حيز
التبريد مرة أخرى، هيتم انتقال الحرارة بين المأكولات والمشروبات اللي بيكون موجودة عندي أو الحمل وبين الهواء البارد، فالهواء طبعا من خلال العملية دي هترتفع درجة حرارته، وعند الارتفاع في درجة الحرارة بيتم سحبه مرة أخرى من خلال القناة الصغيرة أو المجرى عن طريق المروحة. المروحة هتروح سحبها من هنا كده وهتروح دفعها على حيز المجمد فيعمل على خفض درجة حرارته، وبتستمر العملية دي إلى أن يتم تحريك الهواء بطريقة سلسة داخل الثلاجة المركبة التي يتم إذابة الصقيع بها يدويا. وزي ما احنا شايفين ده مسقط أو قطاع جانبي بيوضح لي الباب وبيوضح لي هنا إيه حركة الهواء داخل الثلاجة. أما بالثلاجات بقى المركبة اللي هي اللي هي دائرة التبريد العادية بيكون ده منفصل عن ده، وبالتالي هنا حركة الهواء بتكون منفصلة من كل واحد للآخر. ولكن في الثلاجات اللي بيتم إذابة الصقيع بها أوتوماتيكيا قلنا إن إيه بتحتوي على قناة وبتحتوي على مروحة تعمل على دفع الهواء. في الثلاجات المركبة ذات دائرة التبريد العادية تكون حركة الهواء في كل من حيز التجميد وحيز التبريد منفصلة نظرا لانفصال حيز التبريد عن حيز التجميد. أما في الثلاجات المركبة ذات دائرة التبريد الأوتوماتيكية فإنه يوجد مروحة تدفع الهواء من على مواسير المبخر إلى حيز الفريزر، وطبعا زي ما قلنا تعود مرة أخرى المروحة بتسحب الهواء، والهواء دي بيتم عمل فتحة بين الفريزر والكابينة بحيث يندفع جزء من الهواء البارد لتبريد الكابينة، ويوجد على هذه الفتحة منظم اللي احنا قلنا فتحة أو المنظم أو البكرة اللي بتعمل على خروج ودخول الهواء، ويمكن عن طريق لف البكرة بنعمل على ايه توسيع وتضييق فتح دخول الهواء للكابينة للتحكم في ايه في تبريد الكابينة اللي بيكون موجودة عندي. طيب احنا ذكرنا هنا النوعين الاساسيين، وبكده يبقى احنا خلصنا نوعين اساسيين من اجهزة التبريد المنزلية، والنوعين الاساسيين هي ايه دائرة التبريد للثلاجة التي يتم اذابة الصقيع بها يدويا، ودائرة التبريد ايضا للثلاجة المركبة التي يتم اذابة الصقيع بها اوتوماتيكيا. طيب نيجي نشوف هنا ايضا نوع اخر من اجهزة التبريد المنزلية وهو شائع الاستخدام ولا يمكن الاستغناء عنه على الاطلاق، وهذا النوع هو المجمدات أو بنطلق عليها الفريزرات. طبعا الفريزرات أو المجمدات معظم بيوتنا موجود فيها المجمدات بصفة أساسية. ليه؟ طب ما ممكن طالب يسأل يقول يا مستر طب ما احنا عندنا الفريزر اللي موجود أو المجمد اللي موجود في كابينة الثلاجة العادية. طيب موجود في كابينة الثلاجة العادية، بس المجمد هو عبارة عن له سعة معينة، والسعة دي ما بتحويش كميات كبيرة جدا من الأحمال سواء كان من المأكولات أو سواء كان من المشروبات أو سواء كان من أي حاجة. فبالتالي أمكن أن احنا ممكن نجيب مجمد منفصل. المجمد المنفصل دي يا شباب بيتم موجود أو بيبقى موجود في بيوتنا كلها، ليه؟ على أساس أن أنا عاوز أحط أي كميات أنا عاوزها بتبقى موجودة داخل المجمد. وطبعا المجمد دي زي ما احنا شايفين بكل سلاسة، وزي ما شايفين في الأسواق بيبقى موجود أو يتوفر بساعات كبيرة جدا، وبرضو الساعات أو الساعات اللي موجودة عندي بتلبي جميع الاحتياجات. وطبعا أنا لما أروح دي معلومة لطلابنا الأعزاء ولأي حد بيتفرج علينا، إن لما أجي أشتري المجمد أو الفريزر لازم أعرف الساعة اللي أنا عاوزها الأول إيه. لذلك هي ساعة المجمدات أو ساعة الفريزرات، وأحيانا في الوقت الحديث ساعة التلاجات بتقاس باللتر وليس بالقدم. يعني هي احنا الشائع عندنا ان احنا نقول كم قدم، ولكن السعة بتقاس باللتر. في الوقت الاخير ده بنقدر نقول ان سعة التلاجة بتحتوي على كم لتر، وسعة المجمد ايضا بتحتوي على كم لتر. طيب ان شاء الله النهاردة هنشوف نوعين اساسيين من المجمدات اللي بيكون موجودة عندي. النوع الاول وهي المجمدات الصندوقية. وليه احنا سميناها المجمدات الصندوقية؟ احنا سميناها بهذا الاسم لان الكومبوننت بتاعها او التركيب بتاعها بصفة عامة شبيه بالصندوق، لذلك احنا بنقول عليها مجمدات صندوقية. وفي نوع اخر يطلق عليه المجمدات الرأسية، ودي بيكون شبيه بالتلاجات لان المجمدات او المساحة بتاعته بتكون في وضع رأسي، بينما المجمدات الصندوقية بتكون في وضع افقي. طبعا المجمدات دي لها مميزات كبيرة جدا لا يمكن حصرها. اول حاجة انني ممكن احافظ على المأكولات والمشروبات مدة كبيرة جدا، سهولة تخزين كميات كبيرة جدا من المأكولات في وقت واحد،
المجمدات دي بقدر من خلالها بتجهز بإضاءة، الإضاءة دي بتكون موجودة، وفي الوقت الحديث دي بتكون موجودة الإضاءة الليد اللي عندي، من خلالها عند فتح باب المجمد من أعلى أقدر أشوف المأكولات والمشروبات اللي عندي. العزل الحراري للمجمدات أيضا الصندوقية بيكون عزل كبير جدا، بالإضافة إنها بتتوفر بسعات كبيرة جدا عن المجمدات الرأسية، زي ما إحنا بنشوفه موجود في محلات المجمدات والمطاعم الكبيرة جدا ومحلات الجزارة إلى آخره من المحلات اللي بتحتوي على عدد كبير جدا من المجمدات، ما ينفعش معاها غير المجمدات الرأسية اللي عندي. ولكن طبعا يعيبها إن المأكولات والمشروبات بنحطها كلها، فبيصعب تنظيمها لأنها هو عبارة عن وعاء واحد، الوعاء بيحوي على الحمل الحراري اللي بيكون موجود عندي. ولكن في الوقت الأخير أو في الوقت الحديث ده تم عمل مجمدات، منها المجمدات دي وضعوا فيها أدراج، الأدراج دي أقدر من خلالها إلى حد كبير جدا أنظم المأكولات والمشروبات اللي عندي. دي بالنسبة لأنواع المجمدات اللي عندي وبالنسبة لمميزات المجمدات الصندوقية. طيب تعالوا نشوف كده يا شباب مميزات هذه المجمدات. احنا قلنا أول حاجة إن الهواء البارد لن يتسرب بعد فتح الباب بسهولة، طبعا هنا لان الباب بيتقفل من اعلى فالهواء ما بيتسربش لانه بيبقى في احتكاك مباشر او في تلامس مباشر مع الحمل. تقليل معدل تغيير الهواء الداخلي عند فتح الباب، يمكن فتح الباب بسهوله وكذلك غلقه. تزود هذه المجمدات باضاءه عند فتح الباب. طيب ايضا تعالوا بقى هنا نشوف دائرة التبريد للمجمدات الصندوقية. احنا وضحنا هنا لطلابنا الأعزاء في دائرتين، احنا ممكن ناخد أي دائرة، وهي طبعا دي تصميم ودي تصميم. الدائرة اللي انت تترقى لك انها سهلة وكويسة نقدر من خلالها نقول او نشرح الدايره بشكل تفصيلي. اول حاجه زي ما احنا شايفين يا شباب الضاغط، وقلنا الضاغط نفس المكونات، هنا المكثف ومن المكثف من نوع تبريد هواء طبيعي، المجفف وايضا الماسوره الشعريه، وكذلك ايضا هنا المبخر وهو من الانواع. طبعا المبخر هنا ممكن يكون ملف صندوقي ذو لوح وملف ومجموعه من المواسير، عباره عن مجموعه من المواسير، المواسير دي بتعمل بتحوي الوعاء الداخلي لسطح المجمد. طيب تعالوا نشوف الضاغط، وهو من النوع يا شباب الترددي المحكم الغلق، ويبدأ من قدرات تتراوح ما بين 150 إلى 750 واط. المكثف وهو من نوع تبريد هواء طبيعي للساعات الصغيرة وتبريد هواء جبري للساعات الكبيرة، أداة الانتشار، وتكون ماسورة شعرية للساعات الصغيرة أو صمام تمدد حراري للساعات الكبيرة. المبخر، وزي ما احنا قلنا يا شباب، هو عبارة عن صندوق من الاستانلس أو الألمونيوم ملفوف على سطح ملف من المواسير النحاس أو الألمونيوم أو الحديد، ويوجد نوع آخر مزعنف بواسطة مروحة. الجزء الجديد وهو المجمع، وطبعا احنا قلنا المجمع ده بيعمل على فصل السائل عن الغاز مع السماح لمركب التبريد الغاز بالمرور إلى الضاغط، بينما السائل بيبقى موجود بصفة دائمة داخل المجمع إلى أن يتم تحويله إلى يا شباب إلى غاز ويتم إمراره إلى الضاغط مرة أخرى. طيب تعالوا نشوف نظرية العمل. أهو يعمل الضاغط زي نظرية العمل السابق ذكرها، ما فيش أي اختلاف خالص فيها، غير إن فقط المجمع اللي هو الجزء اللي زاد. يعني ما نقول نظرية العمل اللي قلناها في التلاتين اللي احنا السابق ذكرهم هنقدر نقول لا في دي أخر. هنا بقى حركة الهواء في المجمدات الصندوقية دي عشان نختم بيها حلقتنا. طبعا هنا بيتم التبريد عن طريق التلامس الغير مباشر بين الحمل الموجود وسطح المبخر، ولكن في بعض المجمدات الكبيرة اللي بتبقى ساعاتها كبيرة جدا ممكن نحط فيها مروحة أو نضع فيها مروحة، المروحة تقوم بسحب الهواء من الكابينة ليمر على مواسير المبخر فتنخفض درجة حرارة الهواء فيمر على الحمل الموجود داخل المبخر حتى يفصل الترموستات عند درجة الحرارة المطلوبة أو المضبوط عليها. يعني بمعنى أصح إن هنا في مروحة، في بعض المجمدات العادية بيبقى تلامس مباشر بين
التلامس المباشر بين الحمل وبين السطح المجمد، وفي بعض المجمدات اللي بتكون سعتها كبيره جدا بيتم من خلالها وضع مروحه، المروحه بتعمل على سحب الهواء وتوزيعه باستمرار داخل ارجاء المجمد اللي عندي. وبكده يبقى احنا خلصنا الحلقه بتاعتنا ان شاء الله من خلال دائره التبريد للثلاجه اللي بيتم ازاله الصقيع بها يدويا واوتوماتيكيا والمجمدات الصندوقيه. اتمنى من طلابنا الاعزاء انهم يكونوا استفادوا من الحلقه، على امل ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى. لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.